صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. ورجعنا لكم تاني مع فقرة مهمة جدا مع الأستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود. أهلا وسهلا بحضرتك. استشاري ومدرس جراحة العظام والعمود الفقري بكلية الطب القصر العيني، نورتنا. طبعا احنا جبناك بالعافية طبعا من كتر الحاجات اللي وراك، لكن احنا تملي عايزين المشاهدين يستفيدوا بخبرات كبيرة زي مقام حضرتك في العلم. دكتور محمد سعيد، ايه موضوع آلام المفاصل دوت؟ كلمنا عنه. حاضر. آلام المفاصل هو جزء كبير جدا، لان احنا ما شاء الله في عندنا مفاصل كتير، وفي نفس الوقت في امراض كتير بتعمل هذه الآلام. انا احب كده ابسطها وبحيث ان شاء الله توصل معلومة بسيطة لمشاهدينا ان شاء الله عشان يستفادوا منها باذن الله رب العالمين. اتفضلي. ألم المفاصل اللي احنا عندنا عدة أسباب ليها. من أهم أسبابها هي الإصابات ثم الالتهابات الحادة والمزمنة. الإصابات زي إيه؟ مثلا أنا واحد بيلعب مثلا لعبة، وقع السلم، حصل حاجة، حصل له التواء في مفصل معين أو إصابة في مفصل معين، فبيجي له إصابة جوه الركبة بتعمل له ألم، جوه الركبة، جوه أي مفصل مختلف، الكتف، الكاحل، بيجي لنا المفاصل المختلفة سواء ركبة أو كتف مختلفة. أو المفاصل المختلفة بيجي لنا بنشوفها بنعالجها، بيبقى في أسباب حصلت جوه المفصل، إصابات تتعالج بيبقى كويس. بعد كده بيبقى في التهابات. يعني إيه التهابات؟ يعني المفصل ملتهب، مش عارف يحركه، بيوجعه، مؤلم، مش عارف يحركه، مش مرتاح. دي بتبقى في بعض منها حاد، يعني حصل له مثلا فجأة وبيقعد وقت قليل، أو بتبقى حاجات مزمنة بتقعد مع وقت طويل زي الروماتويد والخشونة والحاجات دي. الالتهابات الحادة بتبقى أثر مثلا مجهود خاطئ، أثر أملاح زايدة في الأكل، أو في أملاح زايدة، التهابات في مفاصل جسمه، أو بتبقى أثر التهابات مزمنة زي خشونة الركبة أو اللي ده أمراض الروماتيزمية. دي أكثر الحاجات اللي بتعمل كده. طيب الدكتور الأستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود، مدرس واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري، أحيانا قبل ما ندخل لعلاج التهابات المفاصل، أحيانا مثلا يجي في الركبة مثلا تنميل، ده برضو بيبقى يعني اسبابه هل هي الالتهابات ولا خبطه ولا ايه؟ بص حضرتك، هو دلوقتي بالنسبه لنا اثار الالام والتنميل والحاجات دي بتبقى من اثار الالتهاب او الاصابات. طيب احنا دلوقتي عندنا حصل اصابه في الركبه مثلا، انا بفكر في ايه؟ وايه هي اكتر الحاجات اللي بتعمل لي الام في مفصل شهير زي مفصل الركبة؟ يا اما إصابة الرباط الصليبي أو إصابات الغضروف الهلالي، ودي بيبقى ليها جراحات وبيبقى ليها علاجات وعلاجات طبيعية. أنا عايز أقول لحضرتك، يعني أنا مثلا دلوقتي مريض، تمام، خلاص ركبتي بتوجعني، أحيانا مثلا ألاقي ركبتي ورمة مثلا، أو مثلا ألاقي أن في تنميل فيها، مش قادر أن أنا احيانا ان انا مثلا يعني ان افردها، ان انا مثلا ان يعني الحركه الطبيعيه بتاعتها مش مظبوطه، ايه الموضوع دوت؟ حضرتك بيحصل عندي ارتشاح داخل المفصل، بيأثر على حركة المفصل وبيأثر على ميكانيكا المفصل، فما بقدرش أحرك المفصل بشكل كويس. لازم أنا أستشير الطبيب عشان نعرف إيه المشكلة اللي حصلت لنا بالضبط، وعلى ضوءها بنبدأ نعالج هذه المشكلة. من ضمن الأسباب الشائعة لإصابات المفاصل وهي بيحصل التواء في الأربطة، أو الأربطة ممكن تتمزق من التواءات جامدة، وبعد ذلك ممكن تحصل إصابات داخلية داخل المفصل زي الغضروف أو كده. مفاصلنا دي نعمة من ربنا. نعمة احنا بالله. سبحان الله، احنا كل
يوم الصبح بنقوم نتحرك ننشط نعمل شغلنا، ربنا مهيئنا لهذا ومخلي مفاصلنا ما شاء الله بتتحرك كل يوم، لازم نعتني بيها ونعمل عادات صحية سليمة عشان نحافظ على مفاصلنا قبل ما نوصل لمرحلة العلاج. مرحلة الوقاية أو يعني إزاي أحافظ على مفاصلي بالرياضة بالوزن المثالي والتغذية السليمة. بعد هذا بقى، طب لو أنا حضرتك عملت ده وفي نفس الوقت ما زال عندي آلام أتصرف إزاي؟ أنا بيبقى عندي آلامي زي ما قلت، هي مثلا آلام حادة، حصل لي مشكلة التهاب خبطة أملاح زايدة، أو بعد كده بيبقى عندي آلام مزمنة في المفاصل. يعني يا دكتور، هل ممكن الأملاح الزايدة ممكن تأثر على المفاصل وعلى الركبة وعلى كل مفاصل الجسم؟ حضرتك يعني ايه املاح زايده؟ املاح زايده هي يعني هو في خطأ شائع ان انا، هل انا لما اكل ملح كتير الاملاح عندي هتزيد؟ لا حضرتك، الاملاح الزايده هي اخر مرحله في تكسير البروتين اللي في الجسم. يعني لما اكل بروتينات كتير زي اللحمه الحمراء، الفول، الفلافل، الحمص، الحاجات دي، العدس، بتزيد عندي نواتج ملحيه بتترسب في المفاصل تعمل لي آلام، اللي هي بيقولوا عليها النقرس دي. النقرس يا فندم. مظبوط. تمام. طيب بعد كده بيبقى في عندي بقى ايه، التهابات مزمنه شويه زي الامراض الروماتيزميه وخشونه المفاصل. أيوة. واشهرها طبعا خشونه الركبه. أيوة. يعني ايه خشونه؟ انا عندي في الركبه في حاجه اتنين غضروف، يعني الناس ممكن ما تكونش عارفه ده. انا مثلا عندي هنا صوره مبسطه للركبه من جوه، تمام، ده اسمه الغضروف الزجاجي. أيوة. للركبه ده اللي بيبطن الركبه، وده اللي هو اللي بيبقى لين وبيبقى املس عشان ما يحصلش عندي خشونه. وفي اتنين كده اسمهم الغضروف الهلالي اللي في الركبه. أيوة. اللي بتحصل فيه اصابات اثناء الرياضه هي الغضاريف الهلاليه، اللي بتحصل فيه الخشونه هو الغضروف الزجاجي. اظهرها كده للكاميرا عشان المشاهدين يشوفوها. ايوه، ده اسمه الغضروف الزجاجي. ده أيوة. بيبقى املس. أيوة. ناعم، عشان لما اجي اتحرك يحصل اتحرك بسلاسه. ده اللي بتحصل فيه مشكله الخشونه، ان هو بيبدا يتاكل مع الوقت. وبتبدا تحصل فيه نتوءات. وبيبدا كده سنه. ايوه، وبيبدا حجمه يقل جدا، فبيظهر العظم من تحتيه ويحتك مع بعضه. تمام. دي كده خشونه الركبه اللي احنا بنسمع عنها كتير. تمام. اصابات بقى الاربطه واصابات الغضروف واصابات الملاعب بتيجي فين؟ في الرباط الصليبي اللي بيبقى في الداخل او في الغضاريف الهلاليه. تمام. اوكي؟ تمام. طب علاجاتها ايه يا دكتور؟ نتصرف ازاي؟ ايوه، اهم حاجه بقى علاجاتها يا دكتور محمد. ما تقلقش علينا يا فندم. اتفضل. هو اول حاجه بالنسبه لخشونه الركبه، زي ما احنا قلنا في الاول، لازم نعرف الوقايه ثم العلاج. صحيح. الوقايه ان انا احافظ على وزني وامارس الرياضه والتغذيه السليمه، دي بتساعد كل مفاصل الجسم وتساعد الجسم عامه. أيوة. ثم العلاجات بنعمل ايه؟ أيوة. في المراحل المبكره من الخشونه. أيوة. بناخد علاجات معينه. أيوة. ومكملات غذائيه بتساعد على اداء الركبه وبتساعد على الحركه. أيوة. ثم بعد ذلك ممكن نلجا الى الحقن الموضعي في مفصل الركبه. ليه حضرتك وبنحقن ايه؟ احنا بنحقن ماده جديده زي الماده اللي بتبقى في الركبه. بتتحط فين كده؟ داخل المفصل. احنا بنحقن يعني داخل المفصل. تمام. هي بتشتغل داخل المفصل عشان بتعيد عمل الغضروف الزجاجي وبتعيد تليين الغضروف الزجاجي وتساعده على افراز الماده اللي هي بتبقى داخل المفصل، اللي بتحافظ على ليونت المفصل، ملينه يعني، اللي بتحافظ على. بس ده يا ترى يعني عمليه وقاعده وكده، ولا ده موضوع؟ لا، دي حاجه بسيطه. بتتعمل بمخدر موضعي كاجراء بسيط في العياده. يعني ما فيش مشكله فيها الحمد لله، لان في ناس كتير ممكن تخاف. يعني هو هي في ناس بتخاف منها كتير. أيوة. علشان للاسف ممكن نلجا لها في وضع متاخر. زي ما انا قلت لحضرتك، هي دي الخشونه عندنا مراحل. أيوة. هم اربع مراحل. لما اوصل للمرحله الثالثه او الرابعه اللي هي متقدمه، ما ينفعش فيها هذا الموضوع. أيوة. ساعتها بنحتاج حاجه اسمها تغيير سطح مفصل الركبه. أيوة. ولكن في المراحل المبكره اقدر احافظ على صحه المفصل، واقدر يعني انقذ المفصل من ان انا اوصل لمراحل متاخره بالحقن الموضعي اللي بيعمل تجديد لغضروف الركبه ويساعد ان هو يفضل بحالته الطبيعيه.
تمام. لما اوصل للمراحل المتاخره من الخشونه ساعتها بحتاج ان انا اعمل تغيير سطح المفصل، واحتاج ان انا اعمل عمليات ليها، ودي برضو حاليا بقت بتتم بشكل امن، واللي بيعمل هذه الجراحات تاني يوم الحمد لله بيتمشى بشكل طبيعي. طبيعي الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله رب العالمين اللي احنا عملنا لهم هذه الجراحات دلوقتي بيصلوا ساجدين الحمد لله رب العالمين، وبيدعوا لنا الحمد لله رب الحمد العالمين. لله احنا كلنا بندعي لك يا دكتور ربنا يكرم محمد سيد. حضرتك احنا خطفناك بالعافيه يا فندم، ده من حسن حظي. لا والله احنا سعداء لان المشاهدين يستفيدوا من دوت. طيب ايه اسباب خشونه المفصل الركبه؟ تمام. هل هو يعني الوزن الزايد ولا ايه؟ يعني هي ممكن عده اسباب حضرتك. فضل. اول حاجه الاستخدام الخاطئ، يعني انا مثلا ما بعملش عادات صحيه سليمه، بقعد غلط، بقف غلط، بتمشى غلط، والوزن الزائد كل ما وزني بيزيد كيلو بيزيد الحمل على الركبه حوالي 4 كيلو. تمام. ودي من الحاجات اللي احنا مش بنحب ان احنا نواجهها، عشان الوزن الزائد ده بيضر عده مفاصل في الجسم. الحاجة الثانية هي العادات الصحية الغير سليمة. زي ايه حضرتك؟ أيوة. انا مثلا اقعد ازاي؟ المفروض مثلا وانا جالس اجلس رجلي مفرودة شوية، ما اتنياش جامد، ما اربعش واقعد على الارض، ما استخدمش مثلا الحمامات اللي هي العادية اللي هي اللي بيسموها بلدي دي. ده كده ما استخدموش. والمفروض ان انا في الشغل بتاعي اقعد قعدات صحيحة، ان انا ظهري يبقى مفرود مسنود على الكرسي، رجلي عمودي على الارض، وما تنيش الركبه اكتر من 90 درجه. طب العلاج هنا هوت، هل العلاج ممكن لو في يعني في وقت متقدم بيجيب نتيجه كويس؟ العلاجات لما بوصل للخشونه المتقدمه ساعتها ما بينفعنيش اول علاج، عشان انا ما فيش غضروف اقدر انشطه. لان في هذا الوقت بيحصل ان الغضروف الزجاجي بيبقى تآكل جدا، ووصلنا لطبقة العظام اللي هي تحت الغضروف. فوقتها ما بينفعش ان انا لا اعمل الحقن ولا ان انا اخد علاجات. الصح ان انا بعمل العملية اللي هي تغيير سطح المفصل. تغيير سطح المفصل. انما الحقن ده بيتعمل في المراحل المبكرة، المرحلة الاولى والثانية واوائل الثالثة، عشان ما اوصلش لمرحلة تغيير المفصل. هل الدكتور هنا ليه عامل؟ يعني خبرة الدكتور هنا ليها عامل؟ طبعا يا فندم. طبعا. المفروض لما بيبقى عندي مريض انا بعمل تشخيص للحاله بالاشعاعات، وان انا بناظر الحاله واكشف عليها واشوف وضع الرجل عامل ازاي، وبعد هذا بحط له خطه العلاج على حسب وضع الركبه والرجل، وعلى حسب الاشعاعات بتاعتنا، وعلى حسب درجه الخشونه ببدا اتفاعل معاه وبوصف له خطه العلاج، وعلى ضوءها ان شاء الله بيتحسن اذا شخصناه في الوقت المظبوط وتم عمل له الاجراء المظبوط لحالته. دكتور محمد سعيد، هل تغيير سطح المفصل بيختلف عن تغيير المفصل؟ هو حضرتك احنا عندنا يعني ايه الشائع، يعني هو يعني ايه عندنا مفصل؟ المفصل هو التقاء العظمتين سوا. يعني مثلا امثلها بمفصل الركبه، هو التقاء العظمتين سوا في مكان املس. انا لما باجي اعمل عمليه بعمل ايه؟ بعمل تغيير للسطح. السطح اللي هو املس اللي هو ابيض بتاعي ده. بعمل له ايه؟ بغير هذا السطح فقط. انا ما بغيرش حاجه في ميكانيكا الركبه، وبحافظ على جميع اربطه الركبه، وبحافظ على جميع اجزاء الركبه ما عدا السطح المتآكل. السطح المتآكل بس هو اللي بيحصل له تغيير، مع الحفاظ على جميع العضلات والأربطة المحيطة بالركبة وعلى حركة ووظيفة الركبة. طيب تمام. كلام جميل. طب أنا بس أنا عندي الصابع هنا هوت، صابع هنا هوت ما بيرجعش لورا إلا لازم تقعد تدوس عليه وبتاع، ده إيه حكايته؟ يعني ده ممكن يبقى إيه لو إحنا قلنا بالشكل بص ده؟ بص حضرتك بالشكل ده إحنا عندنا التهاب داخلي في المفصل، وبدأ يحصل فيه خشونة داخلية. من إيه؟ من حركة كتير. إحنا بالنسبة لنا بنحرك كتير جدا. يعني واحد بيشتغل كمبيوتر، تايبست، البيانيست، الناس اللي هي هايلي، احنا بنسميها هايلي انتلكتشوال، ذات كفاءه عاليه. ايديهم بتتاثر كتير بهذه الوظائف، خصوصا ان يبقى عندهم امراض زي سكر، زي حاجات زي كده. لما بيبقى في امراض مصاحبه لالام المفاصل بتزود امراض
المفاصل، يعني لا قدر الله مثلا مرض السكر بالنسبه لنا احنا بينعكس علينا في ايه؟ بينعكس علينا ان هو بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفيه كتير، فبيعمل لي الام بتبقى مشابهه لالام التهاب المفاصل، وبرضو بيحصل التهابات داخليه في المفاصل، وساعات بنشوف مفاصل فيها عدم قدره على الحركه صحيح. متيبسه من ايه؟ من الالتهاب المصاحب لمرض السكر. طيب ده علاجه ايه يا دكتور محمد سعيد؟ ايه العلاج ليه؟ العلاج في هذه الحاله ان احنا بناخد ادويه مضادات للالتهاب، ايوه، وبنعمل له شويه تمارين بحيث يستعيد عافيته تاني، والعلاجات العلاجات دي اللي هي المضادات للالتهاب بتودي الالتهاب اللي موجود في المفصل، وبعد كده بنساعد بقى ان احنا بنعمل تمارين ليه وبناخد بالنا من حاله المفصل، فبعد كده بيتحسن وما بترجعش هذه الاعراض تاني. يعني ليها علاج وما الحمد ما فيش لله رب مشكله. العالمين، الحمد لله. طيب الاستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود، استشاري ومدرس جراحه العظام والعمود الفقري. طبعا احنا طبعا الحلقه اللي جايه ان شاء الله مع حضرتك ان شاء الله باذن بعد الله ثلاث حلقات بعد ما تكون يعني بقيت تقدر تيجي مره تانية، ان شاء الله باذن لان الله. طبعا الناس عايزه تستفيد من خبرات سعادتك في هذا المجال. هنتكلم على العمود الفقري. ها؟ بإذن الله رب العالمين. هنتكلم على العمود الفقري، وعايزين نقول يعني ايه الحاجات اللي تنصح بيها المريض. حضرتك بالنسبة لي آلام المفاصل مش الصح إن أنا يعني لما يحصل لي آلام إن أنا أسيب نفسي وما استشيرش الطبيب، لازم لا قدر الله حصل لي ألم أستشير الطبيب المعالج ليا وأعرف إيه سبب هذا الألم. عشان ممكن لا قدر الله يكون مثلا التهاب جامد معالجوش بسرعه يقلب معايا بمضاعفات، واحنا في الغالب يعني ايه احنا يعني بنسيب شويه نفسنا، فده احنا ما بننصحش بيه، ناخد بالنا واحنا ان شاء الله في خدمتكم، وان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. أنا والف سعيد، سلامه ربنا لحضرتك. يخليك، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل مع خبير كبير جدا زي حضرتك الأستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود، يعني مشهور سواء في مصر أو الشرق الأوسط بكفاءته العالية، ومدرس واستشاري جراحة العظام والعمود الفقري. أنا أسعد ربنا يكرمك. إحنا سعداء بحضرتك جدا، وإن شاء الله بنوعد المشاهدين من خلال حضرتك بعد ثلاث حلقات عدوا هنتكلم على حاجات مهمة في العمود الفقري مع الأستاذ الدكتور محمد سعيد عبد المقصود. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، بنفكركم أن إن شاء الله أي تساؤلات سواء من ناحية قانونية أو الطبية، البرنامج أي مشاكل بيحلها من خلال التواصل مع البرنامج بتليفون أو واتس أب 011-5240-283. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة ولقاء جديد، وبرنامجكم صباح بكرة أحلى.